بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بناء على ما تقدم من الفيديو الأخيرة نذكر ما حدث لزوجة سيدنا زكريا عليه السلام حين الله أصلحها رغم كبر سنها، معناه ولدت سيدنا يحيى عليه السلام جون الباتيست بلابيد الله سبحانه. كذلك وقع مثل ذلك لزوج سيدنا مريم الأولى عليهما السلام، جاء الملائكة الزائرون لخليل إبراهيم عليه السلام وقدموا له الخبر أن هناك حمل، أي إصلاح بيولوجي بما كل ما يهم حمل سيدنا إسحاق عليه السلام. نعود بحول الله تعالى ونبدأ بزيارة تقريب النصف الأول من الآية الحكيم في سورة الذاريات. والذاريات قلنا بفرنسية لرفال لفوك إباربي لجواج The winds that scatter. وهلم جر والسلام على أهل الإسلام من أولهم إلى آخرهم بفضل الرحمن.